كيف من الممكن لمثل هذه العمليات أن تؤثر على إسرائيل؟ بمعنى آخر، هل تعتقد أن مثل هذه العمليات التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية ممكن أن تؤثر على الجيش الإسرائيلي؟ I mean, that is, yes, I mean, it's نعم، as long, the longer they, the longer they stay on, لا، on the battlefield, كلما طالت the longer فترة وجودهم affect في أرض their المعركة readiness, كلما أثر it'll ذلك affect على their جاهزية morale, الجيش الإسرائيلي، وكلما أثر أيضا they على always can be exhausted نفسيات on the الجنود، battlefield, وحتى and يمكن أن it's يرهق costly in الجيش في terms of أرض المعركة، lives, وهذا which the مكلف recent من حيث Israelis have الأرواح. pointed out يعني those are damning lives, but it's costly الإسرائيليون in لم terms يخسروا of الكثير من الأرواح also مؤخراً، resources. ولكنه يكلفهم الكثير And من the حيث whole country right now الموارد is what المالية والعسكرية الأخرى. is suffering وفي كل economically. البلاد حالياً إسرائيل تعاني And that will اقتصادياً، also وهذا does limit أيضاً sometimes يضع the military قيوداً على operations العمليات العسكرية في in بعض Gaza. الأحيان في That's غزة. correct. نعم.